اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم وثابت على الشاشه هيقولوا لنا ايه هي اهم الاخطاء. ابدا بثابت، اتفضل. اول حاجه هنتكلم على طرق اللعب بتاعتنا، او اللي كنا بنلعب هم بطريقه ايه واحنا بطريقه ايه. لو بدانا هنستعرض اول حاجه طرق اللعب، هنلاقي ان منتخب مصر طبعا كان بيلعب بالاربعه قدامنا على الشاشه اهي، الاربعه 3-3. الفكر التوظيف هو كان موظف مصطفى محمد زي ما الناس كلها شافت النهارده، مصطفى محمد كان ناحيه اليمين ومرموش ناحيه الشمال، ومحمد صلاح هو الراس الحربه، والاثنين الارتكاز تريزيجيه والنني وراهم حمدي فتحي. فده كان السؤال غريب جدا، هل هو ايه سر توظيفه لصلاح؟ هل انت كنت عايز مثلا تعتمد على العمق؟ طب ما شفناش تمريرات طوليه في العمق، ما شفناش حتى لعيب بيتحرك بين الخطوط. مصطفى محمد حرق، تم حرقه في المكان دوت للامانه يعني، حتى ما عملش سويتشات. هو على فكره ده لسه قاري له تصريح دلوقتي من يعني وانا قاعد ببص على التصريحات، كارلوس كيروش قالك انا كنت بحاول افاجئ نيجيريا ونعم المفاجاه والله. لا هو فاجئنا احنا مش اتفضل. تعالى نتكلم على الشكل الدفاعي كريم. تمام، الشكل الدفاعي، الاخطاء الدفاعيه بتاعت منتخب مصر. اول حاجه في الاخطاء الدفاعيه زي ما احنا شايفين منتخب مصر واقف مفيش ضغط. بص المسافه قد ايه ما بين، ارجع ثانيه لورا، ارجع هات الصوره من الاول بس نشوف. نبص حضرتك المسافه قد ايه، اللعيب بيتقدر براحته خالص، مفيش ضغط، وكله واقف هنا ورا تحت، كله تحت الكوره، مفيش ضغط، كله تحت الكوره. نكمل. على فكره لعبه الهدف جات من لعبه مشابهه بالظبط، تحضير من الجبهه اليسرى، المفروض اللعيبه دي تبقى ضاغطه، يعني احنا مدين مثال ان المفروض يبقى في ضغط. زي ما احنا شايفين مفيش ضغط، مفيش اي حاجه في الحاله الدفاعيه. منتخب مصر كان سيء جدا على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي. تعالى برضو نبص على حاله تانية بتوضح موقف الناس كلها شافته النهارده كتير جدا، وده موقف مهم جدا. كم مره شفنا الموقف ده يا كابتن اسلام؟ 2-2 من نيجيريا، رغم ان احنا بنلعب دفاع يعني يعتبر منطقه او دفاع في وسط ملعبنا، وكلنا تحت الكوره وفي نفس الوقت وبنلعب بثلاثه ارتكاز ومفروض ان احنا بندافع، وكم مره شفنا الكوره دي 2-2 اتكررت حوالي 3 مرات في الماتش. هل ده يعني رغم ان احنا المفروض يعني نبقى افضل من كده؟ موقف 2-2 نيجيريا وفي 2 جايين من ورا، فكميه اخطاء، شايف المساحه قد ايه؟ مفيش ضغط، الارتداد بتاعنا من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه سيء جدا. فللاسف يعني المنتخب كان بالشكل الدفاعي بتاعه ما كانش جيد تماما يعني. طيب استكمالا للاخطاء الدفاعيه اللي عملناها يا كابتن اسلام، تعالى نتكلم على واحده من الالعاب اللي اتكررت كوبي وبيست في الشوط الاول قدامنا 5 مرات. لعبه عملها المنتخب النيجيري في الشوط الاول وكل التركيز فيها كان على المساحه اللي قدام منطقه جزاء منتخب مصر، كانت سيئه جدا. لكن انت تخيل ان ثلاثي خط الوسط لمنتخب مصر راجع في هجمه للمنتخب النيجيري، ولا واحد فيهم مركز مع اللاعب اللي هيقف قدام منطقه الجزاء. بص كل النظر بتاع النني، كل النظر بتاع اللعيبه رايح لمنطقه الجزاء بكل يعني بعشوائيه واضحه، رغم ان داخل منطقه الجزاء هنلاقي ان الونش وحجازي مامنين الاثنين سترايكرز اللي ضامنين جوه منطقه الجزاء، فمفيش خوف منهم. أيوه. انما انت النهارده لازم تاخد بالك ان اللي جاي بيجري على مشارف منطقه الجزاء عنده ازمه. طيب نروح للعبه ثانيه شبيهه برضو نفس اللعبه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، هنبص نلاقي اللعيبه واقفه بشكل عشوائي، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، وسايبين تماما المساحه اللي قدام منطقه الجزاء خاليه، رغم ان احنا بنلعب بثلاثه هاف ديفندرات، وحتى مفيش واحد فيهم بلاي ميكر، ده الثلاثه ربما بيلعبوا 6 و8 كتير. فبالتالي المنطقه دي كان واضح جدا ان في ازمه فيها، والمنتخب النيجيري دايما كان في واحد بيبقى واقف فيها عشان يستغل، سواء ان هو يسدد او حتى يعمل الثرو باس للاجنحه اللي بتنطلق. نكمل الصوره اللي وراها ونشوف برضو تعامل اخر ولعبه اخرى وفرصه اخرى للمنتخب النيجيري، وصلوا فعلا للمنطقه دي، ودي اللعبه اللي موسيس سايمون طبعا افضل لاعب في المباراه النهارده، ما اعرفش ازاي بصراحه ادوا ايناتشو الجايزه النهارده. موسيس سايمون كان هو فعلا نجم المباراه الاول، ازاي استغل المساحه في اللعبه برضو حضرتك تفضلت وقلتها على هي دي محمد عبد المنعم عليه. ان هو لما جري في ظهره، بص الكوره بتتلعب في الحته دي قدام منتخب بيلعب بثلاثه في خط النص، وفي لاعب بيستلم الكوره بهذه الاريحيه بدون اي مشكله بدون اي ضغط من المنتخب، وكمان بيعمل ثرو باس للجناح اللي بينطلق، وطبعا الهجمه دي شاط هو سايمون الكوره في الشباك الخارجيه. نروح برده ونشوف الكوره اللي وراها، كل ده تحضير لبقى ايه؟ للعبه الهدف، نفس الفكره اللي احنا بنتكلم عليها. كوره عرضيه المساحه اللي قدام منطقه الجزاء خالية تماما من أي تغطية، اللعيبة بعيدة عن بعض، كل واحد في يعني إيه في الحتة بتاعته،
بيتصرف تصرف فردي، مفيش اي تصرفات جماعيه للمنتخب، وبالتالي كان طبيعي جدا جدا ان في كوره توصل للاعب لوحده داخل منطقه الجزاء، ويقدر نشوف في الصوره اللي بعديها ايناتشو لما احرز الهدف. وطبعا كل التغطيه دي كانت متاخره جدا، راجل شاط الكوره بكل سهوله بكل يسر. هو الهدف ده شبيه بهدف جونيور اجاييه في مرمى نادي الزمالك في ماتش السوبر 3-2 في برج العرب، نفس الفكره، انا بفرغ نفسي مساحه وبستغل التشتيت اللي عند المدافعين، وبقدر النهارده ان انا استخدم مهاره التسديد القويه عندي واجيب الهدف زي ما شفنا هدف نيجيريا النهارده. منطقه الزون 14 كانت يعني شويه تلاقي فيها النني، شويه تلاقي فيها حمدي فتحي، شويه تلاقي فيها تريزيجيه، ما فيش نظام، كل واحد يعني اللي تقدر تعمله اعمله. تعال نشوف بقى تريزيجيه، تريزيجيه النهارده ده دوره كان غريب جدا، يعني تريزيجيه المفروض ان هو اصلا يعني هستخدمه قدام، لا ده بص تريزيجيه فين؟ ما بين الاثنين، علامه استفهام كبيره جدا، تريزيجيه هو اللي نازل يستلم ما بين الاثنين المساكين عشان يبني الهجمه، طب فين النني وفين حمدي فتحي؟ طب يا اخي كلف واحد فيهم هو اللي ينزل يستلم عشان ابدا بنيه الهجمه، يا اما خلي واحد فيهم يعمل التمرير الطولي ويبقى مصطفى محمد مهاجم اقدر احضر عليه، لكن انا مش فاهم بصراحه تريزيجيه ليه بيلعب في الحته دي؟ انت حرقته والراجل لسه راجع من اصابه، ويعني حرقت اغلب اللعيبه برضو، ان انت شكلنا بص المساحات قد ايه برضو، وتريزيجيه طبعا قدامه كذا، حمدي فتحي بيجي يمين فجاه، مفروض على الورق حتى في البدايه حمدي فتحي هو اللي كان في العمق، هو اللي هينزل يستلم ما بين الاثنين المساكين، النني مفروض يمين فجاه بقى شمال، تريزيجيه اللي هو مفروض ناحيه الايه اليمين اصلا على الورق، او النني هو اللي على الشمال وتريزيجيه ناحيه اليمين، لقينا تريزيجيه هو اللي نازل والنني رايح ناحيه الشمال، وحمدي فيها رجاله عشوائيه رهيبه في وسط الملعب، خلت الماتش راح مننا تماما. يعني هات اللعبه الثانيه بقى برده نفس اللعبه برده، بص هتلاقي تريزيجيه فين؟ تريزيجيه هو برده اللي نازل يستلم، ليه؟ لان هنا بقى المشكله كمان ان مفيش لعيب بيتحرك بين الخطوط اللي كان كابتن اسلام بيتكلم عليها، ان في مساحات كبيره جدا في وسط الملعب عندنا، جاب كبير جدا ما بين اللعيبه، مفيش لاعب بيتحرك بين الخطوط عشان اقدر ابني الهجمه، وتريزيجيه مش دوره ان هو ينزل يبني الهجمه ابدا، يعني ابدا مش هو اللي هينزل يبني الهجمه، ومفيش مثلا لعيب زي محمد مجدي قفشه، لعيب ده مش موجود عندك عشان تبدا ان انت تنزل تستلم ما بين الخطوط، او حتى الاطراف بتاعتك، مفروض ان محمد صلاح بيخش للعمق او بين الخطوط عشان يبدا يستلم، ده مش موجود. وهنا ده السؤال، ده اللغز، وجود تريزيجيه في هذا المكان ووجود مصطفى محمد برضه. تعال نشوف دور مصطفى محمد. بس ما نروح للحته دي، خليني اكمل لك النقطه بتاعه تريزيجيه يا احمد، ونشوف اللعبه دي يا كابتن اسلام، بس هي الصوره جايه هنا الصوره نشوفها على الشاشه كبيره، ونشوف محمد النني في اللعبه دي كان هجمه مرتده لمنتخب مصر. عايز اقول لك حاجه، من اسوء الماتشات للنني كلهم بصراحه، كلهم عدا الشناوي. لا هنا اللعبه دي النني وتريزيجيه شدوا مع بعض في الملعب، ايه اللي حصل ببساطه؟ كانت ركنيه للمنتخب النيجيري، واحنا قطعنا الكوره وبنعمل الهجمه المرتده. بص محمد النني طالع وبيعمل لهم ايه؟ اعمل ايه؟ بيشاور لهم بايده اعمل ايه ليه؟ كان حمدي فتحي فاتح على الجبهه اليسرى اللي هو يسار النني، والمفروض ان تريزيجيه يعمل ايه؟ يفتح يمين. يفتح يمين بالظبط، يجي هنا اهو عشان يستلم التمريره ويسرع من هجمه المنتخب المصري. النني ما لقاش تريزيجيه راح في الحته دي، ولقاه بيروح عند حمدي فتحي اللي هو واقف بعيد، الحته اللي عايزها بالظبط. فطبعا اللي بيحبها يعني بالظبط، لاعب من المنتخب النيجيري لما نديدي لما لقى قفل راح مقفل على طول المساحه دي. بص بقى رد فعل النني بعد ما اضطر ان هو يرجع الكوره للخلف، والهجمه باظت بسبب تصرف من لاعب داخل الملعب. ده بيدينا مؤشر يا كابتن اسلام، بيدينا مؤشر ان الفرقه دي بتلعب بتصرفات فرديه، ده مش لعب جماعي. وعيب اصلا ان منتخب مصر هذا الاسم الكبير ان يصدر منه اللعبه دي اللعبه اللي كنت بتكلم عليها، لعبه بصراحه ما يصحش ان احنا يبقى ده منظرنا في الملعب، واللعيبه مش عارفه تتحرك، ورغم طبعا ان اللعيبه دي لعبت مع بعض اعتقد مش اقل من 5 و6 سنين. صح. تعالى احنا كده اتكلمنا برضو على وسط الملعب والاخطاء الدفاعيه، تعالى نشوف برضو الاخطاء بقيه الاخطاء الهجوميه، وده برضو توظيف اللعيبه، محمد صلاح اهو في العمق، عمر مرموش، مصطفى محمد ناحيه اليمين، وجاي من تحته النني وتريزيجيه، وخلفهم حمدي فتحي. اتكلمنا على مشكله وسط الملعب، واتكلمنا على مشكله الاخطاء الدفاعيه الهجوميه النهارده، مفيش شكل اصلا هجومي. مع ايه السبب في توظيف برضو مصطفى محمد تاني؟ الله اعلم. يا يعني مصطفى محمد عايز يفاجئ نيجيريا، منتخب نيجيريا. طب ماشي، على فكره والله مش بهزر، انت فاكرني بهزر. هقول لحضرتك على حاجه، هقول طب ماشي، لو انا كمدرب مثلا بيستخدم مصطفى محمد وينج جناح، المفروض يعمل ايه؟ يبقى انا معايا باك يمين يتقدم
ومصطفى محمد يخش لجوه عشان يتحول كراس حربة تاني جنب محمد صلاح. هل انت شفت الكلام ده؟ هل شفت باك يمين بيعمل عرضيه؟ طب وفي الحاله الدفاعيه هتعمل ايه؟ هترجع مصطفى محمد يدافع؟ ما هو هدافع بواحد بقى زي ما كابتن اسلام قال، ظهير ايمن هو اللي هيدافع. طب اللعبه هتبوظ. طب ماشي، يعني انت كمصطفى محمد المفروض ان انت هتدخله. بص مصطفى محمد فين؟ الجناح يمين فين؟ يعني انت اصلا مش عارف تطلع بالكوره. مصطفى محمد فين ومحمد صلاح يعني نازل يستلم وعمر مرموش الناحيه الثانيه؟ مفيش، مفيش شكل. بص اصلا قد ايه عدد لعيبه في المنطقه دي، بس مفيش شكل. فانت يعني حته مصطفى محمد حتى لو انت عايز تلعب بجناح، يعني مثلا محمد شريف لما كان بيلعب في كاس العرب جناح شمال، كان ايه الفايده منه؟ ان هو مثلا العرضيه بتيجي من الجنب اليمين فهو بيخش ويكمل جوه منطقه الجزاء كمهاجم تاني جنب مروان حمدي. هل ده حصل مع مصطفى محمد؟ يا سيدي هو اصلا هو انا اسف يعني ليه الفتي ده كله؟ يا ملعب الطبيعي ايه اللفه دي كلها؟ ليه بعمل كل ده بصراحه؟ يا عم تلعب راجل وجاي ملعب اللعيب كله، مش عايزينك تفاجئ، مش عايزينك تفاجئ نيجيريا، مش عايزين حضرتك كروش النهارده احمد، مش عايزينك تفاجئ نيجيريا بعد، مش عايزينك تفاجئ غينيا بيساوي. حتى لو انت يعني لو حد بيفتي، طب كمل يعني استغلها صح بقى. يعني انت مش ممكن ده مصطفى محمد انت بتحرقه، انت حارق اغلب اللعيبه برده نفس الشكل اهو. يعني ده الشكل الهجومي. تعالى بقى على التغييرات. لا استنى، لا استنى، تعالى بس اوريك حاجه. احنا قدامنا دقيقتين يا جماعه، بس ما تخافوش على الجاي. سريعا، لا سريعا بس، شوف بس الهجمه دي واحده من الهجمات اللي احنا حاولنا نعمل هجمه منظمه في نص ملعب المنتخب النيجيري في الشوط الاول. بص يا كابتن اسلام، الكوره مع ده كان اعتقد تريزيجيه واخد الكوره. انا بس نفسي الاقي اوبشن تمرير واحد في الصوره دي، اوبشن تمرير. يعني المفروض النهارده منتخب بيلعب في بطوله قاريه. يمين اهو، ده تمرير هنا هتتمرن. يمين هنا قافل، ها مقفول اهي. لا هيحط رجله هيقفلها. لا يعني ممكن مستحيل تتمرن، مستحيل تتمرن. كريم يقصد ان مفيش حد بيتحرك بين الخطوط، يعني كله بعيد، مفيش حد بيتحرك بين الخطوط. تحس كان اللعيبه فعلا وكان الاحساس، انا اسف والله اقول الجمله دي، كله بيهرب من تحمل مسؤوليه ان انا اخد الكوره. بصراحه الشكل كان سيء جدا جدا جدا. ده احنا الشوط الاول ملناش فرصه حقيقيه على مرمى المنتخب النيجيري. طيب اللي بعد كده التغييرات، اخر حاجه اخر حاجه احمد ليك، واخر حاجه لكريم. تمام، التغييرات هو في الشوط الثاني حول طريقه اللعب مع بدايه الشوط الثاني. هو ده في الدقيقه كام قدامنا على الشاشه هنا؟ الدقيقه 50 كان قبل ما مصطفى محمد يطلع. حول طريقه اللعب ليه 4-4-2، صلاح ومصطفى محمد راسين حربه، وكان على اليمين وده تريزيجيه وعمر مرموش اهم على الاطراف. فبعد كده انت لما بدات تلعب 4-4-2 في الدقيقه 50، الدقيقه 54 رحت عامل ايه؟ المصيبه الكبرى بقى، راح مطلع مصطفى محمد اللي هو المفروض انا هبدا اعمل عرضيات عشان اعمل ونزل زيزو اللي بيعمل العرضيات، ونزل زيزو اللي بيعمل العرضيات ورمضان صبحي طبعا الناحيه الثانيه، وحط محمد صلاح وعمر مرموش قدام. فللاسف يعني التغييرات وقرايه الملعب برده ما كانتش حلوه. خلاص يعني خلاص الحالات بتاعتي، وامانه اتمنى ان هو ما يفاجئش غينيا بيساو. وطبعا عيب ان احنا نتكلم على اي تحليل فني بصراحه في ماتش غينيا بيساو والسودان. دي المفروض مباريات لو ما فيش جهاز فني قاعد على الدكه بره ننزل نكسبها. لا طبعا منتخب غينيا منتخب جيد، انا شفت المباراه النهارده. منتخب السودان منتخب جيد، انا شفت المباراه النهارده، وبالتالي ما نشوف، لان ما فيش حاجه مضمونه. المهم ان نبقى احنا كويسين على رايك في المباراه القادمه ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا. اخر حاجه تفتكروا ممكن يحصل تحول للاداء؟ طبعا ممكن جدا. عندك مجموعه لاعبين قادرين على ان هم يحولوا الاداء، وما زلت اقول ان كارلوس كيروش مدير فني كويس، صاحب اسم كبير، او خليني اقول يصلح الاخطاء الموجوده. لا مش يصلح الاخطاء، يلعب كل لعيب في مكانه وخلاص. طيب وخليني برضه اقول لجمهور الاهلي واطمنكم ان حسم اصابه اكرم توفيق ده مش على لساني، ده على لسان الجهاز الفني للمنتخب. الاشعه نتيجتها بكره ان شاء الله، الاشعه نتيجتها بكره. كل اللي بيتقال دي تكهنات، يعني الدكتور مسك ركبته وعمل كده وقال له، يعني في كام حركه كده بتتعمل ممكن الدكتور يعملهم، ولكن في النهايه الاشعه هي التي ستقرر ايه اللي عند اكرم توفيق. وده هيكون بكره ان شاء الله على بالليل ما نكون مع حضراتكم نقول لكم ان شاء الله اكرم ان شاء الله. يا رب تكون حاجه بسيطه، مش ما تكونش حاجه كبيره. انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا، شكرا جزيلا. اتمنى المباراه اللي جايه، اشكرك يا احمد على وجودك معانا النهارده. اتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه ربنا يكرمنا يوم السبت القادم ان شاء الله، ونستطيع ان نفوز باول 3 نقاط لينا في هذه البطوله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير، انتظرونا في تمام الساعه 11 وحلقه جديده. اشوفكم على خير ان شاء الله.